دلوقتي الدكتوره سميره بقى هي هتقول لنا ازاي اظبط الجرعات بحاجه الكارب كاونت، ودي بنلجا لها في التايب 1 دايابيتس والتايب 2 ديورينج بريجننسي او تايب 1 ديورينج بريجننسي. اتفضل يا سميره، بس عايزين حاجات براكتيكال يا سميره، يعني ايه مش عايزين نظري كتير علشان هندخل بعد كده مع الراديولوجي. السلام عليكم. في الاول لما كان البيشنت بيروح الدكتور ويقول له انت عندك دايابيتس، كان اول حاجه بتيجي في باله انه خايف انه يوقف الاكل بتاعه اللي بيحبه، لان ده اللي كان بيقلقه مش الكومبليكيشنز اللي هتحصل. بس ده نوت ترو، انت مش هتوقف اكلك اللي انت بتاكله عادي، انت بالعكس، انت الجود نيوز بقى ان مفيش حاجه اسمها نو دايابيتك، مفيش حاجه اسمها دايابيتك دايت، انت تاكل اكلك العادي زي الانسان زي ما كنت بتاكل زمان، بس هيبقى هيلثي مور، هيبقى يعني ناخد وايز تشويسز واحنا بناكل. عشان كده احنا بنعلم المريض يعمل كارب كاونتنج. يعني ايه بقى كارب كاونتنج؟ يعني بعد الكربوهيدرات، بحسب الكربوهيدرات الموجوده في كل وجبه. عشان ايه؟ عشان اعمل بالانس بين الكربوهيدرات اللي باكلها وبين الانسولين اللي انا بحقنه. يعني بعمل ماتشنج بين الانسولين وبين كميه الكربوهيدرات، عشان كده لازم اعرف هي كميه قد ايه. كل ما ناخد كارب اكتر، كل ما ترفع البلد جلوكوز اعلى، كل ما احتاج انسولين اكتر. اشمعنى الكارب اللي بعده؟ لان الكارب اكتر هو المين نيوترينت اللي بيأفكت البوست برانديال جلسيميك ريسبونس. ما انا عندي البروتين والفات، بس الكربوهيدرات هي اللي بتأفكت مور. ليه بتأفكت مور؟ لان 100% من كميه الكربوهيدرات اللي باخدها تدخل البلد تتحول الى جلوكوز، 50% بس من البروتين و10% بس من الفات. لكن لازم نعرف ان التوتال اماونت اوف كارب مور امبورتنت ذان السورس اوف كارب. إذن إيه هي sources of carb؟ عندنا carb نوعين، يا إما complex يا simple. ال complex carb حاجتين، unrefined grains يا refined. يعني unrefined يعني حاجة natural موجودة في أكلنا العادي، زي ال wool wheat pasta أو ال brown rice، حاجة مش داخل عليها processing، زي ما هي ربنا خلقها كده. دي مفيدة؟ هي مفيدة أكتر. ليه؟ لأنها بتعمل slowly supply a slower release of glucose، بتدايجست ببطء، بتابزور ببطء، فبترفع الجلوكوز ببطء. عكس الريفايند جرينز، انا باخدها اعمل عليها عمليه بروسيسنج، اخد الوول جرين اشيل منها القشره، استخدم القلب بتاعها بس، اطحنه يبقى دي ابيض، اعمل منه فينو، اعمل منه رايس لونه ابيض، يعني بدخل عليه عمليه بروسيسنج. ماشي تمام. تمام. كل ما اعمل بروسيسنج للكربوهيدرات، كل ما انا بشيل منها الفايبرز، بشيل منها البنفيشال نيوترنت بتاعتنا طبعا، وباللاك من سبيشالي فيتامين بي. السمبل كارب دي بقى الجزء الثاني من الكربوهيدرات، يعني كومبلكس يا سمبل. السمبل بتدايجست كويكلي، يعني انا باخدها تتهضم اسرع، تمتص اسرع، ترفع البلد جلوكوز اسرع. في نوعين منها، يا اما الادد شوجر يا اما الناتشرال اوكيرنج. يعني ايه ادد شوجر؟ يعني ايه ناتشرال اوكيرنج؟ الفروتس تعتبر من السمبل كارب. سمبل كارب يعني بيرفع بلاد جلوكوز سريع، بس هي مفيده اكتر من الادد شوجر لان فيها فايبرز. يعني انا اكل تفاحه احسن ولا اشرب عصير التفاح؟ اكل تفاح احسن، لو كلته باخد معاه الفايبرز بتاعته، باخد كل الفيتامينز اللي جواها، مش بيحصل لها جزء منها بيتشال بالعصير. طب هنا لازم نفهم معلومه مهمه اسمها الجلايسيميك اندكس. كل كربوهيدرات بيتصنف تحت حاجه كده اسمها جلايسيميك اندكس. يعني ايه جلايسيميك اندكس؟ معناه هاو فاست ذيس كربوهيدرات ريز بلد جلوكوز، بترفعه بسرعه قد ايه. وقسموها الى ثلاثه، لو ومودريت وهاي. زي ما شايفين كده الدياجرام ده، ده السمبل هاي جلايسيميك اندكس، ترفع البلد جلوكوز سريع جدا، والعكس اللو. طب ازاي اعمل اوبتمايزيشن للمشكله بتاعت الهاي جلايسيميك كربوهيدرات؟ هعمل ثلاث حاجات، يا اما اضيف مع الكربوهيدرات اللي ليه هاي جلايسيميك اندكس، اضيف معاه فايبرز، يا اما اضيف معاه بروتين، يا اما اعمل انسولين ادمنستريشن اب تو 20 دقيقه قبل الميل. خلاص عرفنا جلاسيميك اندكس. في جزء تاني اسمه جلاسيميك لود. يعني ايه جلاسيميك لود؟
انا خلاص عرفت ان في كارب بيرفع البلد جلوكوز بسرعه معينه. الجلاسيميك لود بيتعامل مع الكواليتي والكوانتيتي بتاعت الكربوهيدرات. الجلاسيميك اندكس معناه كواليتي اوف كارب، الكارب الكواليتي بتاعته بترفع البلد جلوكوز بسرعه فلانيه، فخلاص عرفنا انه هاي جلاسيميك اندكس. بس بكوانتيتي قد ايه؟ يعني اخد قد ايه منه عشان يرفعه؟ ده الجلاسيميك لود. طبعا ده اكسلنت واي عشان بريدكت بلاد جلوكوز. بعمل له معادله كده اللي هي الجلاسيميك اندكس، اضربه في عدد الجرامات من كل الكارب اللي انا باخده، اقسمه على 100، يطلع لي رقم، الرقم ده بنقسمه يا اقل من 10 ده لو جلاسيميك لود، يا اما من 11 ل 19 مودريت، يا اما اكتر من 20 ده الهاي. طب انا ده خلاص عرفت يعني ايه جلاسيميك اندكس، يعني ايه جلاسيميك لود، عرفت الكارب نوعين، يعني ايه كومبلكس، يعني ايه سمبل. هحسب بقى ازاي الكارب كاونتنج؟ ايه اللي انا محتاجاه عشان افهم كارب كاونت؟ محتاجه امشي على ثلاث خطوات. اول خطوه اعرف الكارب موجوده في ايه في اكلي. انا ايه اللي باكله اسمه كارب؟ احنا عارفين عندنا ثلاثه ماكرو نيوترينت، كارب بروتين وفات. ايه اللي انا باكله اسمه كارب؟ موجود في الستورشز ده الكارب الصريحه زي العيش زي المكرونه زي الرز، ده كارب صريح ستورشي. ده محتاج بولس انسولين. خلينا بس نفهم يعني ايه بولس انسولين وهنقولها بعدين. او النون ستورشي فيجيتابلز او ستورشي فيجيتابلز، يعني فيجيتابل في منها نوعين، يا ستورشي يا اما نون ستورشي. الستورشي زي البطاطس والقلقاس زي البسله الخضراء، او الخضراء هي ستورشي فيجيتابلز مش نون ستورشي. او النون ستورشي زي الطماطم والفلفل والخيار البروكلي الحاجات دي كلها نون ستورشي فيجيتابلز، ممكن تحتاج بولس او ما تحتاجش. أو السلطة. تمام. لأن في كارب قليل. هنحضر دلوقتي فيه قد إيه؟ الديري برودكتس تعتبر من الكربوهيدرات. هي تعتبر ليه؟ لأن هي ميكسد فيها كارب وبروتين وفات، فلازم أحسب لها الكارب الموجود جواها، ما ينفعش أتغاضى عنها، هي ناخد كوباية لبن وما أحسبش لها أنسولين، لا هي فيها كارب وكارب كويس كمان زي الموجود في العيش. والادد شوجر طبعا. طب تاني حاجه محتاجه اتعلمها عشان اعمل كارب كاونتنج، ان انا اعمل كوانتيفاينج لذيس كاربوهيدرات. هميجر ازاي؟ هميجر بطريقتين كبار. انا في عندي اكله هاكلها، عندي مثلا سندوتش فول، اعمل ايه عشان اعرف جواه كارب قد ايه؟ هقسمه عن بعض العيش والفول. في طريقتين همشي عليهم. اول طريقه ان اعمل ميجرنج بالفود سكيل، يعني اخد العيش ده واوزنه على ميزان الطعام، مثلا طلع 40 جرام، معايا جدول في كل جرام من العيش في قد ايه كارب. الجدول ده لازم يتحفظ عند مريض السكر. وزنت العيش طلع 40 جرام، كل جرام من العيش في نص، يبقى 40 في نص، يبقى انا معايا هنا في 20 جرام كربوهيدرات. خليهم بس في دماغنا دلوقتي. او ان انا استخدم الكبس والسبون، او استخدم الهاند بتاعتنا بطريقتها. ليه بستخدم الهاند والسبون والهاند والكبس؟ بقرب الصورة لنفسي عشان أعرف مثلا اللي أنا مثلا هاكل تفاحة، فأنا بنعلمه مثلا التفاح لو قد قبضة إيدك دي اعتبرها one serving، أو لو أنت حطيت قطعت التفاح في كاب تملى نص كوباية. بقرب له الصورة للحجم عشان لو هو ما عندوش ميزان طعام. الطريقة الثانية والأهم وهي الأسهل، بنعلمه الإكستشينج ليست. يعني إيه إكستشينج ليست؟ ليست من أنواع الطعام اللي باكلها. اي اكل بناكله بيتقسم يا اما ستورش يا ليجيونز اللي هي البقوليات، يبقى ستورش يا ليجيونز يا ديري برودكتس المنتجات الالبان ما عدا الجبنه، يا فيجيتابلز يا فروتس، يا ميت الميت اللحمه والفراخ والسمك والبيض والجبنه. دي مجموعه الطعام اللي لازم ابقى فاهمها. طب انا افهمها ليه؟ لان كل نوع من انواع الطعام جواه يا اما كربوهيدرات بس، يا كارب وبروتين ودهون، يا بروتين ودهون بس. طب انا دلوقتي لازم نتعلمهم، معلش هتحاولوا يعني تلقطوا معايا اي حاجه. الستورش مثلا زي العيش. العيش فيه قد ايه كربوهيدرات؟ لازم اعمل له وحده، زي ما احنا بنتعامل في الفلوس في البنوك بالجنيه، يعني مثلا عايز اشتري حاجه هقول لك دي ب 5 جنيه. يبقى انا وحدتي اللي ماشيه بيها الجنيه. انا عايز اكل عيش، وحدتي اللي ماشيه بيها ربع رغيف. يبقى كل ربع رغيف وحده. زي ما كل الوحده بتاعتي في الجنيه جنيه، هشتري حاجه بخمسه يبقى هاخد 5 جنيه. العيش انا هاكل هاخد قد ايه؟ كام جنيه؟ يبقى كام ربع رغيف. فهمتوها دي؟ طيب ده بالنسبه للستورش. بالنسبه للفروت
ما انا لسه يعني بس نلقط حاجه حاجه عشان يعني يبقى خلاص فهمنا الوحدات يعني ايه وحده. يعني انا بقسمها لليونتس اللي بتعامل بيها زي الجنيه. العيش قسمته ارباع، الرز ما ينفعش اقسمه ارباع، هقسمه بالمعالق، فاخد كل ثلاث معالق رز هي وحده هتعامل بيها بعد كده ازاي. مش مغرفة يعني. لا. ما المعلقة عندنا يا إما تيبل سبون يا إما تي سبون. الرز بنتعامل بالتيبل سبون، معلقة الصفر. المكرونة بنعملها بالكوباية، فنقول كلي تلت كوباية مكرونة وتكون مكرونة مفرغة، يعني هي البنة دي اللي هي مش المكرونة الأسباكيتي. كل تلت كوباية ده وحدة. ده في جزء الستارش. الفروت هتعامل معاها إزاي؟ كل وحدة فروت دي بقى لازم نتعلمها. يعني لو مثلا حاجة شبه كفة اليد زي الكمثرى زي الجوافة زي التفاح قد كفة ايدك، كل واحد ايده مختلفة عن التانية، في واحد ايده قد كده براحته ياكل تفاحة كبيرة، يبقى كل واحدة من الحاجات اللي شبه الايد دي وان سيرفينج. طب لو حاجة مثلا صغيرة زي الفراولة بنعملها كوباية، ليك في الفراولة نص كوباية هتطلع مثلا 10 فراولات. حاجة مثلا المج 250 مللي، احنا الكوبايه عندنا 250 مللي، تمام؟ حاجه ما... مش كبيره. لما دي دي 2 يوم للكوبايه. وهكذا كل نوع فروت، يبقى احنا عشان مش هينفع نقولهم كلهم، كل مثلا البرقوق معانا 4 برقوقات في الوان سيرفنج، المشمش 4، الحاجات اللي قد البرقوق المشمش 4. يبقى يعني في طريقه ثانيه بس يعني خلينا في دي عشان نبقى لاقطين كويس. الميلك برودكت، الميلك عباره عن هو لبن وزبادي، مش هندخل في حاجه تاني. يبقى كلمه ديري برودكت لبن وزبادي. الوحده بتاعتها لو اتعمل بيها الجنيهات بتاعتي هي الكوبايه، كوبايه لبن او كوبايه زبادي. الفيجيتابلز نفس الحكايه زي ما اتعملنا في الفروتس، بس دي فيها ستارش اقل، فيها كارب اقل. الميت، الميت ما فيهاش كارب. اللحمه والفراخ والسمك ما فيهمش كارب زي الجبنه والبيض، عشان دي مهمه لمريض السكر يقدر ياكل ايه يشبع بيه من غير ما يرفع سكره او يقلل يونتس، يقدر ياكل بروتينات. على الرغم من ان احنا لازم نعرف معلومه ان الستورش فيه بروتين، الفيجيتابلز فيها بروتين، احنا بنجمعهم له كده لما نيجي نحسب المريض الرينا عشان بنحسب له بالظبط البروتين قد ايه عشان في لود على الكدني. الفيجيتابلز كل وان سيرفنج فيها 3 جرام بروتين، الستورش كل وان سيرفنج فيه 3 جرام بروتين. يعني الموضوع كومبلكس مش سيمبل، يعني مش ستارش كارب بس الفروت، فاهمين؟ اوكي. الليجيونز زي اللي هي البقوليات الفول البصليه، كل وان سيرفنج فيه 15. تحسب ازاي الوان سيرفنج؟ الفول بنحسبه بثلاث معالق او 4 معالق فول. يبقى دلوقتي انا بتكلم على سندوتش الفول هحسبه له ازاي؟ يا اما وزنته، وزنت العيش، وزنت الفول وضربت في جرام كل واحد، يا اما قلت له انت هتاخد كام ربع رغيف؟ انا هاخد نص. يبقى انت معاك 2 سيرفنج من العيش، هتاخد قد ايه فول؟ هاخد 3 معالق ونص. معاك 1 سيرفنج من الليجيونز، معنى كده خلاص سيرفنج. يعني ايه سيرفنج بقى؟ اللي هي الوحده. ليه حسبناها؟ لان كل 1 سيرفنج فيها 15 جرام كارب من الستارش من الفروتس. لكن من الملك في كان في ديبيت هنا، في ناس قالت 15 وناس قالت 12، فاحنا بنمشي على ال 12 زي ما في ستارز كتير معموله. الفيجيتابلز كل 1 سيرفنج 5 جرام بس، 5 مش 15. الفيجيتابلز اللي هي بتاعت السلطه اللي نعتبرها كده سهله يعني. يبقى ده مين؟ ان 1 كربوهيدرات تشويس اللي هي السيرفنج تساوي 15 جرام. في الاكستشن ليست بتاعنا الستورش الفروت الميلك الفيجيتابلز الحاجات اللي فيها، بس انا مش كاتب الليجيونز لازم نضيفها. ثالث طريقه اتعلمها عشان اعرف اعمل كارب كاونتنج بعد ما خلاص عرفت يعني ايه فود سكيل، عرفت يعني ايه اكستشن ليست، قربت الصوره بالكبس وبايدي وبال خلاص قربتها. في طريقه ثالثه، لو انا باكل حاجات معلبه من السوبر ماركت احسبها ازاي؟ هو عمل لنا حاجه اسمها نيوتريشنال لابل او الفاكت، الكيس ده اللي بنشتريه موجود عليه ورق زي دي. انا بس عايزاكم تعرفوا عنها معلومه يعني مهمه. الورقه دي بيكتبوا عليها من بره قد ايه فيها كارب، قد ايه فيها فات، قد ايه فيها بروتين. لازم بس احنا نقرا السيرفنج سايز. مثلا كيس بطاطس كاتب المعلومات اللي فيه على كل 1 سيرفنج، لكن الكيس نفسه فيه 3 سيرفنج، فانا فاكر مثلا ان ده مكتوب عليه 5 كارب، انا ما خلاص معايا 5 جرام كارب. لا، هو فيه 3، فانت اضرب 5 في 3. يبقى هم انا الكلمه الدايره اللي فوق البنك دي
سيرفنج سايز نص كوب، يبقى كل نص كوبايه من الكيس ده فيه المعلومات دي. الكيس ده طلع 5 كوبايات، يبقى هضربها في قد ايه؟ في 10، لان هو حاسب لي على نص كوب. فهمت دي؟ عشان دي مهمه. الورقه اللي ورا دي بتتكتب عليها السيرفنج سايز، يعني قد المعلومات اللي جوه بالنسبه للكميه قد ايه. كاتب لك الكميه 10 جرام، كيس الشيبسي كاتب ان فيه كارب بكل 10 جرام، طب هو وزنه قد ايه؟ وزنه 50، يبقى هضرب المعلومات دي في 5. مهمه جدا ان في ناس مش يعني بتضيع جزء من، تمام؟ مكتوب فيها التوتال كارب، مكتوب فيها الفايبرز. ايه اهميه المكتوب فيها الفايبرز؟ الفايبرز بنطرحها من الكارب. الفايبرز بنطرحها من الكارب، يعني لو مكتوب عليه مثلا في 15 جرام فايبر و7 جرام 15 كارب و7 فايبر، هطرح 7 من 15. فاهمين دي؟ في ناس قالت لو زاد عن 5 جرام، وناس قالت ان جنرال اي فايبر موجود اطرحها من الكارب الموجود فيه. في حاجه اسمها فري فود، زي ما قالت دكتورتنا دكتوره لبنى، اقل من 5 جرام انا بعتبره فري فود، مش بحقن له انسولين، يعني اقل من 20 كالوري، لان كل جرام كارب فيه 4 كالوري، يبقى 5 جرام 20 كالوري. ده موجود في ايه؟ موجود في الليفي جرينز، في الكريسبرز، فيجيتابلز، السلطه بقى السلطه، لو جاء ممكن ياكل سلطه وما يقلقش، مش هيرفع انسولينه، مش هيرفع بلاد جلوكوزه. طب ناخد مثال، مثلا واحد جاي يفطر وان سكرامبلد ايج، الايج البيض المسلوق ده، شايفين في ايه؟ زيرو كارب، مش هحسبها له. تو سلايس توست، كل ربع رغيف او كل وان توست في وان سيرفنج، يبقى في 15، ده تو سلايس يبقى في كام؟ 30 جرام، يبقى انا معايا 30 جرام. اخد 1 تي سبون من المارجرين، حط عليها معلقه زبده صغيره، انا برضو بتعامل في الزبده والسمنه بالمعالق الصغيره، دهنها، دي فيها قد ايه كارب؟ مش هحسبها، ما فيهاش كارب، احنا قلنا الدهون والميت ما فيهمش دهون، ما فيهمش كارب. اخد بعد ما كل اخد نص كوبايه اورنج جوز، النص كوبايه تعتبر كانها فاكهه، يعني 1 سيرفنج يعني 15 جرام كارب، يبقى انا معايا كام؟ 30 و15، يبقى افطاره ده بيشمل 45 جرام كارب. يبقى انا حسبت له اللي هياكله لقيته 15 45 جرام كارب. ايه بقى الخطوه اللي بعدها؟ انا خلاص حسبت له الكارب وعلمته وفهمته ايه يعني ايه كل حاجه، واديته الورق بتاعه والجرامات، وقلت له اشتري مثلا ميزان طعام. الخطوه الثالثه انا محتاج اعرف حاجه اسمها انسولين تو كارب ريشيو. كل 1 يونت من الانسولين اللي هحقنها له دي بتحرق او بتغطي قد ايه من الكربوهيدرات؟ كل 1 يونت هتغطي قد ايه؟ الحقيقه الجزء ده بتاع دكاتره الاندوكرينولوجي مش بتاعنا احنا كنيوتريشنست، يعني هو المريض بيجي لنا عايز يتعلم او عايز يتثقف عن السكر بتاعه، بيبقى معاه الانسولين تو كارب ريشيو، الدكتور حاسبه له قال له انت مثلا معاك الاي سي ار بتاعك 15 20، فاحنا بنتعامل على هذا الاساس مش بنحسبه له. طب العيان ده محتاج برضه يعرف معلومه، اللي هي لو مثلا انا قبل ما اكل المفروض انا بقيس السكر قبل ما اكل، لقيت سكري عالي، انا دلوقتي هاكل عادي اكل ولا ما اكلش؟ طب احقن ولا اعمل ايه؟ هنقول لا لازم تاكل طبعا عشان تخش في هايبوجلايسيميا، ولازم تاخد الانسولين الدكتور كاتبه لك، بس لازم نعمل له كوريكشن فاكتور، يعني نعلمه ازاي تعمل كوريكشن للمشكله بتاعت عندك دي قبل ما تدخل على الوجبه الجديده. الانسولين كارب ريشيو الدكتور حاسبه لنا بيتحسب، خلاص انا معايا الانسولين كارب ريشيو. مريض يعني الطريقه دي مش بتاعتنا بس يعني ناخد عنها معلومه. تو رول 450 رول او 500 رول بيقسم على التوتال الدوز بتاعت الانسولين بياخدها، التوتال بتاع 500 على مثلا بياخد 20، ده اكزامبل نفهم بيه برضو. التوتال دي دوز بتاعته 20 يونت من نوفرا باد، 500 رول هعمل 500 على 20 يطلع لي 25، يبقى معايا الاي سي ار 25. طيب النقطه الثانيه بتاعت الكوريكشن، محتاجه اتعلم ايه؟ حاجه اسمها انسولين سنسيتيفيتي فاكتور، برضو ده الدكتور الاندوكراين هو اللي بيديه لنا احنا مش بنعمله. بيتعمل ازاي؟ برول كده اسمها 1800، بنقسم ال 1800 على التوتال دي دوز من الانسولين بيطلع لي رقم. ايه فائده الرقم ده او معناه ايه؟ الرقم ده معناه كام يونت من الانسولين مش هيغطي كارب، لا هينزل كام جرام من البلاد جلوكوز. كل يونت من الانسولين هتنزل لي قد ايه من البلاد جلوكوز؟ دلوقتي رايح اكل البلاد جلوكوز بتاعي عالي، اخد قد ايه كوريكشن دوز عشان تنزل العالي ده قبل ما اخد جديد؟ هو ده اسمه انسولين سنسيتيفيتي فاكتور. الكوريكشن فاكتور
الكرنت بلاد جلوكوز تارجت، لازم اعرف برضو التارجت ابقى فاهماه. المفروض انا قبل ما ادخله على الطعام لازم يكون التارجت بتاعي من 100 ل 120، يعني سكره 120 عشان ينفع ياكل تاني. ناخد مثال، واحد بياخد في اليوم 30 يونت من الانسولين، الانسولين سنسيتيفيتي فاكتور بتاعه 1860 معايا، الكرنت بلاد جلوكوز 210، هياكل ازاي؟ ده سكره عالي، التارجت بتاعي يوصل 120، يبقى انا عندي زياده قد ايه؟ 210 ناقص 120 زياده 90، عندي زياده 90 ملي جرام بير دي سيليتر في بلاد جلوكوز بتاعه. انا اصلحها ازاي؟ الزياده دي بالانسولين ستيت فاكتور 90 على 60 يطلع لي 1.5 يونت، يبقى ال 1.5 يونت دول هم اللي هينفعوا يقللوا الكميه الزايده بتاعه البلاد جلوكوز اللي عنده. معايا دلوقتي في ايدي ايه؟ الكوركشن فاكتور 1.5 يونت من الانسولين. طب ما هو هياكل. ما لسه ده لسه ما احنا بس بنصلح دلوقتي، لسه ما اكلناش، لسه ما قبل ما ياكل نحسب له بقى هياخد قد ايه انسولين قبل الوجبه. هو بس هيطلع الرقم صحيح لان الانسولين بين ما فيهاش نص الوحده يعني، هتبقى هنا وحده يعني دي الوحده الزياده. لو اقل من 5 بنقرب للرقم، يعني 3 و4 يبقى 3، 3 و7 يبقى 4، يعني قبل الخمسه بنقرب للي قبل، بعد الخمسه بنقرب للي بعده. ناخد تيست مثلا، واحد هيفطر الصبح او هيتغدى، حسبت له الوجبه بتاعته لقيت فيه هياخد فيها 58 جرام كارب، قبل ما ياكل بلاد جلوكوز بتاعه 210. انا هدفي ان اوصله لايه؟ ل 120 قبل ما ياكل، قبل ما ياكل ال 58 جرام. عندي الانسولين كارب ريشيو بتاعته 1 الى 25، يعني كل 1 يونت انسولين هتكفر 25 جرام الكارب. انسولين سيفتي فاكتور بتاعه 1 ل 60، يعني كل 1 يونت انسولين هتقلل 60 ملي جرام بير ديسيليتر من بلاد جلوكوز. اعمل ايه؟ اول حاجه هعمل له كوركشن، زي ما قلنا الخطوه اللي فاتت عملت كوركشن طلع هياخد 1.5 يونت عشان يكوركت المشكله اللي عنده ناو. طب الميل اللي انا واخدها دي الكارب، احنا قلنا الكارب هنعمل فيه ايه؟ عندنا كام كارب؟ 150، والاي سي ار بتاعه 25، يبقى ده محتاج كام يونت انسولين؟ 2 يونت انسولين، 2 او 2.3 بالتقريب 2، يبقى هياخد 2 يونت انسولين عشان يغطي الفطار بتاعه، و1.5 عشان يكفر المشكله اللي عنده، يبقى انجن مع بعض حوالي 4 يونت بالتقريب، يعني 4 يونت انسولين قبل ما يفطر. طب انا ليه عمال اقول كارب كاونتنج عندي الماكرو نيوترينت بتاعي كارب بروتين وفات؟ احنا قلنا الكارب هي اكتر نيوترينت بتافكت بلاد جلوكوز، بس هي نوت اونلي، برضو البروتين والفات بيافكتوا. بص، فات اند بروتين ليهم اديتيف افكت على البوست بلاند الجلوكوز. ده بسبب ايه؟ لو واحد خد ميل فيها فات كتيره او بروتين كتير، هتعمل له يعني هتبطئ الاكل انه يمشي في الاستومك يخرج بره البادر ستيم ببطء، فيرفع متاخر. فلازم ابقى فاهمه ده وعامله حسابي ان انت هتاكل دلوقتي وهتاخد الانسولين بتاعك، بس انت هترفع بعد 1.5 ساعة لان انت واخد وجبه فيها دهون كتيره. فلازم اعمل له ايه؟ ازود له الجرعه واقسمها له، اعمل بروتين كاونتنج. في ناس قالت ان لو الوجبه كونتيننج اقل حاجه 30 جرام من الكربوهيدرات ومعاها 40 جرام من البروتين، لازم كونسيدر ده ان ازود الانسولين دوز بتاعتي 15 ل 20%، واقسمها له تلتين قبل الوجبه وتلت بعد الوجبه بنص ساعه او ساعه. الفات كاونتنج برضه نفس الحكايه، في ستادز قالت ان 30 جرام من الفات مع كربوهيدرات او 40 جرام البروتين مع كربوهيدرات او 50 جرام من البروتين من غير ما ياخد كارب او 10 جرام بس، هيتحسب ان انا ازود له الجرعه واقسمها له. اتمنى تكونوا يعني فهمتوا حاجه من اللي انا قلته. لان انت دخلتي لي الكارب كاونت والكوركشن بتاع الانسولين والبروتين والفات، فانا اعتقد الابلكيشن مش سهله ان احنا نعملها، خاصة إن إحنا نفسنا كدكاترة مش فاهمين، فما بال لما هتشرحيها للمريض وللأهل اللي إحنا بنقول لهم اشتغلوا على الكارب بس وتظبيط الجرعات عشان الناس ما تبقاش يبقى الدنيا إيه، ما هو لازم الدكتور يفهم عشان يشرح للبيشنت. فأنت ركزي على الكارب اللي هو الأساسي، ونعرف إزاي الكوركشن للدوز عشان يبقى إيه العملية سهلة شوية، وبعدين نحاول بعد كده المفروض تتفرد لها وقت أكتر وتبقى في ابلكيشن. عيان عنده كذا اعمل معاه ايه؟ قال لي عايز اكل كذا، يعني اديها لي براكتيكال عشان البراكتس بتبقى اسهل. كميه الكارب
لا بالنسبه لكميه الكارب للتحويل احنا خلاص عرفنا السايز والبورشن سايز والكلام ده، انما جاي لي مثلا عين سكر 300 ولسه ما اتغداش وهيتغدى هياخد ازاي؟ وبياخد مثلا 10 وحدات. ما هو في الاول هظبط في الاول الكوركشن بتاعته وبعدين لسه هيتغدى هقول له مثلا هيتغدى ايه واحاول احولها. يعني انا عايزه بتبقى براكتيكال اكتر. ما هو هياخده مع بعض. ايوه بس عشان افهمه هياخد ايه مع بعض. يعني يبقى انا عندي دوز ادجستمنت وعندي كونتنت بتاعه الميل بتاعك. ما احنا قلنا اكزامبل عليه. ما انا فاهمه بس انا اعتقد انا نفسي ما فهمتهاش. حد فهمها؟ طيب يعني هي لا عايزه ممارسه. يعني عايزه تبقى طبعا صعبه. لا هي اصل الموضوع ده يا جماعه مش احنا بس، ده هو موضوع كومبليكيتد جدا. يعني هي عمليه مش سو سيمبل كده. فانا المفروض باخد ايتم واحد واشرحه للعيان واوسعه له وادي له براكتس كتير وفي الاخر ابلاي ده. انا عندي وجبه بتتكون من كذا يبقى ياخد كام؟ يا هو في الاول هيحسب الكارب كاونت بتاعتها يعني قلل البروتين وفات لانها ليميتد يعني وبعد كده ابتدي افهمه ازاي ادجست الدوز بتاعه الانسولين. هو الموضوع برضو مش سو سيمبل. ده على مستوى حتى العالم كله الادجستمنت للدوز مش سهله زي دي. عشان كده المفروض نطبقها. بالظبط. هي في التايب 1 لانه بريجننسي تايب 2 هياخد انسولين مشكله وده البريجننسي اصعب هتبقى تايب 2 اكتر. هو طبعا تايب 1 بيبقى الموضوع تايب 1 بعد شويه هيكبر وهتنتقل الخدمه الطبيه من بتوع الاطفال للادلت. فلازم انا كادلت برضو انا بعالج الادلت لازم ابقى انا جاهز برضو عارف. يعني مش تايب 1 هيروح اطفال ما هيكبر. دكتوره سميره هو الموضوع برضو اي ثينك ان هو عايز تو بي مور اند مور ابليكابل وتو بي ريبيتد لي كذا مره بحيث ان وسيشنز تبقى كتيره بحيث الموضوع يبقى سهل ويبقى لكل الدكاتره يبقى في سهوله في انه يحكي الموضوع ده. البيزك ما هي قالتها البيزك بس احنا تطبيق الكلام ده هو اللي هياخد وقت مننا شويه وكذا سيشن بحيث انه يبقى سهل بعد كده. ده هو تظبيط جرعه الانسولين اصلا ما حدش بيعمل. هو بيمشي العشر وحدات تلاقيه قاعد العشر وحدات العمر كله والسكر في السماء. يا عم الحاج ارفع والوحدات يعني لازم تبقى فيها ايه يعني بروموشن. هي الطريقه المستا بتظبط السكر. شرحتها دكتوره سميره دي ان انا احسب البراندي الانسولين حسب الكربوهيدرات كاونت واعمل كوركشن لو كان محتاج وعشان البوست براندي اللي يبقى مظبوط. هي الطريقه دي يعني ايديال بصراحه. هو انت بس تبقى عارفها وتبقي احنا بنشكر الدكتوره سميره يعني المحاضره قيمه يعني صراحه.